تحية سام سي اي بي، وماذا نرى لسام سي اي بي بعد كل الصعود اللي ما زلنا فيه، وما زلنا نتوقع مزيد من الصعود لهذا السهم بعد هذا التصحيح. سي اي بي ببساطة عمل لي امبوز وعمل لي تصحيح، بستهدف امبوز تاني لتصحيح وهكذا. فماذا انتظر من هذا السهم؟ انتظر صعود قوي. ليه؟ لان انا ببساطة احنا قلنا ان احنا بدأنا دورة سعرية من المستويات دي، وما زلنا بنستهدف ايه؟ بنستهدف مستويات ال 200 فيبو لحد مستويات ال 261 فيبو من هذا الصعود. طيب يعني احنا اول هدف بالنسبه لنا 86، والهدف الثاني بالنسبه لنا 87، والهدف الثاني بالنسبه لنا 95 جنيه، وده يتحدد على هيكليه الصعود اللي احنا هنشوفها. لكن انا لو جوه السعر انا ما زلت بستهدف ايه؟ بستهدف اول هدف بالنسبه لي اللي هو الهدف ده، لان انا ببقى خايف من اخر موجه لسبب بسيط جدا، ان ممكن بعد منها يجي تصحيح كبير وبالتالي عشان استهدف موجة أكبر. فأنا أول هدف بالنسبة لي 87، والهدف التاني بالنسبة لي هنقول 95 جنيه لكل الدورة السعرية دي. طيب خلينا بقى نروح على فيلم الساعة ونشوف هل التصحيح اللي احنا كنا بنتكلم عليه انتهى ولا لأ. طيب أول حاجة السهم محتاج من المناطق دي بشكل كبير أوي، دي مناطق البيس فور الرئيسية، وعمل لي نطاق. احنا ما زلنا بنتداول منذ فترة حول النطاق ده. احنا كنا محددين منطقة شرائية ما بين ال 74 لحد مستويات ال 71 جنيه او 70.5، والسهم مش عايز ينزل المناطق دي، واعتقد انه مش هينزل. ليه مش هينزل؟ خلينا نروح بقى على فريم 5 دقايق ونشوف هيكلية التصحيح اللي عندنا. هلاقي ان انا عندي كان عندي موجة عنيفة، يعني انا كان عندي كل هذا الهبوط عمل لي ضلع وصعد على شكل A B C، ونزل عمل لي A B ونزل عمل لي C، وده انعكاس يا شباب. دي 1 2، وما زلت انتظر انفجار سعر من المناطق دي، وبالتالي هيكون الستوب بتاعي بدون تفاهم هو الستوب ده. يعني انا لو كسرت المستويات دي هتبقى نظريتي فاشله، اللي هي مستويات ال 74 جنيه. ولكن هل لو كسرتها وانا اشتريت اساسا من المستويات دي هل اخرج؟ يعني هل لو انا كسرتها والسيناريو فشلت نظريتنا وفشل كل الكلام من، طيب ما السهم يديني فرصة ان هو لو يا سيدي غلطنا ونزل لحد هنا، ده يكون فرصة ممتازة لتعزيز الشراء ومش الخوف من السهم. يعني ما زلت شايف ان احنا في مستويات جيدة، ما زلت شايف ان احنا عملنا انعكاس من مستويات ال 74 جنيه وربع، وما زلت شايف ان احنا ما زلنا نستهدف اول هدف بالنسبة لنا هو الاستقرار في مستويات ال 78 جنيه او 79 جنيه، 78 جنيه 65 قرش اللي احنا هنتكلم ان انا ببساطة عايز اعمل ايه؟ عايز يحصل عندي كالتالي 1 2 3 4 5، وبعد كده اتراجع تاني بضعف المناطق دي واستمر في الاتجاه الصاعد. فاللي انا شايفه ان السهم مازال في مناطق ممتازه جدا، واعتقد ان منطقه الرينج دي منطقه ممتازه ان هو للشراء فيها بصفه عامه. لو كسرتها للاسفل هتكون فرصه ممتازه، لكن طول ما انا داخل منطقه الرينج اللي ما بين مستويات ال 77 لحد مستويات ال 74 دي مستويات ممتازه جدا. كسرتها لتحت هتكون فرصه ممتازه جدا للتعزيز. ليه بقى بقول فرصه ممتازه للتعزيز؟ طيب لو انا بقول ان انا عملت، انا بتوقع ان انا خلصت الموجة التالتة من الموجة الرئيسية بالنسبة لي. احنا قلنا ان الموجة التالتة ببساطة بتصحح ما بين مستويات ال 38 لل 50، انا قريب جدا من مستويات ال 38، ولو نزلت لمستويات ال 50 بتكون فرصة ممتازة جدا 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 للشراء، لان انا عندي منطقة البيج فور الرئيسية هنا. فهو المفروض كان ينزل لادي اختبارها، الراجل ما عادش المفروض ومش عايز يختبرها وعايز يعمل تصحيح بسيط، وبعد كده هيكمل في الاتجاه الصعب. ما زلنا شايفين الستوب بتاعنا عند 74 و20 قرش. لو انت خايف من اي انعكاس كسر اخرج، ولكن شايف انا لو اداني فرصه اخرى للهبوط، ولو لان انا اعتقد انه هينزل، لو اداني فرصه للهبوط هتكون فرصه ممتازه جدا للتعزيز نحو الهدف بتاعي اللي هو ما بين 87 اول هدف، والهدف الثاني عند مستويات 96 او 95 جنيه. وما زلت شايف ان ساي بي لسه لن ينهي مغامرته، لان ببساطه سي اي بي عمل لي دورة سعرية لسه مش مكتملة، عمل لي منها 1، عمل لي 2، عمل لي 3، وتراجع ب4، ما زلت بستهدف الموجة 5، وبعد كده أصحح كل هذا النمط لاستهداف موجة جديدة. وبالتوفيق.